هي دي الحلقة. هما دول كانوا اليومين اللي فاتوا دول قلبين الدنيا ومنصات السوشيال ميديا. أنا شفت اتنين أصواتهم حلوة، شفت شاب بيشتغل كتير قوي قوي قوي، يعني في أول حياته كده. احنا بيقولنا النجوم دول على كبر، يعني هما بيوصلوا لنا زي رضا البحراوي كده على كبر، بعد ما بيعدي 16 و17 و18 سنة، فاهمين؟ ده حاله، دي عروسته. يعني هو الخلافات كانت كتير كتير، يعني كنا حاطين عصير جوافة ومانجا. الجوافة ومانجا خلافات كتير، ولكن دي بطبيعة الحال والعمر. يعني الإيجابي في الحلقة أقوله لكم بقى، ساعات كتير بنبقى ماشيين بنسمع اف ام، أو هو ده ايه، بنسمع أي قناة إذاعية، أو قاعدين قدام الإنترنت بنسمع فنانين بيبقى صوتهم وحش أوي 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 يا أخي. تلاقي نفسك بتقول ايه يا ست، انت بتغني ليه؟ ايه يا عم انت بتغني ليه؟ طيب هو في ايه اللي موصل الموضوع لكده؟ طب اللي بيغني بصوت وحش بيغني ليه؟ لا، هنا بقى بنقف شوية، لأن الصوت وحش ما يغنيش، محدش كلمني في ذوق الشارع والناس عايزة كذا كده، وإن المهرجانات ذوق الناس الكلام ده غلط. في ناس كتير جدا بتغني مهرجانات كانت نجوم جدا، دلوقتي انت مش شايف لهم حاجة خالص. هم كمان عارفين ان الموضوع موضوع اغنية، وعارفين الموضوع موضوع ارقام، اللي يجيب 2 مليون هو بيكلمك بال 2 مليون، وال 4 مليون فيورشيب هو بيكلمك بده المشاهدات بتاعته. ولما بيجي يطلع على الستيج بيطلع على الستيج انا عامل اغنية عاملة قد كده مليون، مش مهم بقى مشتوم فيها مكتوب فيها انت صوتك وحش قوي، انت ما تغنيش تاني، انت مين طلعك تغني؟ لا ده مش مهم، المهم هو غنى. اللي شفته في عبده ومنى الحمد لله هما كانوا ترند، لانهم اتخطبوا لبعض، لانهم بيشتغلوا طول الوقت فما بيرجعوا بالليل ما حدش يتكلم على بنت الناس الطيبين دول، فاتخطبت لي بس نقطة من اول السطر مش من اول فرح. ان شاء الله نحضر الفرح. ماشي، هو ده الموضوع باختصار، هو ده. لكن منى وعبد الصوم يجنن قوي قوي قوي. جيكا عنده 6 مليون فالور على التيك توك، يعني دي ناس بتتفرج عليه وبيعجبهم اداؤه وفيديوهاته جدا، دي من الواقع بتاعنا، دي من السوشيال ميديا. الولد والبنت دول اخر خطوبة كانت من يومين، وكانوا قلبين الدنيا على السوشيال ميديا. هو شايف لهم متحمل مسؤولية، شاب معتدل وشاطر جدا. طيب عايزة تكلمي في ايه يا نهال؟ هكلمكم على حاجات كتير قوي. الموبايل بقى بيربي ولادنا، بيربيهم اكتر مننا. كلنا لما بنلاقي زن وعفرطة في البيت بنطلع موبايلاتنا نديها لولادنا شوية هدوء، خد ده العب فيه شوية، بياخد كل حاجة منه، كل حاجة. الأطفال الصغيرة اللي بتعمل فيديوهات على التيك توك والانستجرام وكل المنصات اللي بنشوفها دي، عارفة ان هي بتجيب فلوس من على الحاجات دي ومكملة وتصعد الموقف. أنا فجأة كنت قاعدة لقيتهم مسكوا في بعض، هما فاهمين بيعملوا ايه. خناقات، العروسة زعلت، العريس مشي، فلان بيعمل لي عمل، والله ما عملت له، أنا مش بكلمه تاني. ليهم عالمهم. أيوه، ترند هيجي ازاي؟
عالمهم لما تدخل جواه 3% منه حقيقي. فانت قاعد ما تتأثرش قوي وتندمج قوي، لان دول بيكتبوا لنفسهم سكريبتات حياتهم وشغلهم. اصواتهم حلوة؟ اه اصواتهم حلوة. كنت فاكرة ان اروح الاقي اصوات اوحش من كده بصراحة، بمنتهى الامانة لقيت اصوات حلوه. بعدين احنا بنستغرب ليه من كلام نيال؟ لما بتجيبي بنطلون ولا اوتفيت ولا بلاوز ولا حاجه في المطبخ من على الانترنت، مش ساعات كتير قوي لما تجيبيها اونلاين بتيجي مش زي ما انت اخترتيها؟ كتير قوي. وتلاقي ناس كتير جدا بتقولك انا ما بحبش الشوبينج اونلاين، ما بصدقوش، لا انا عارفه الحاجه دي مش هتيجي تمام. هو ده السوشيال ميديا وعالمها، هو ده. واللي ما دخلوش ما نجحش، ما نجحش، لانه عالم موازي تماما لعالمنا دلوقتي، ما نجحش خالص. هو كده تفهمش بقى القانون ده داخل علينا من بره، واقع الحياه، اهتمامنا احنا البالغ، ما تفهمش. بس الاكيد دول بيغنوا على السوشيال ميديا وعندهم فولور كتير جدا وبالملايين، بالملايين. فعشان انا انقد السوشيال ميديا، لان انا تقريبا من عشاقها، يعني من الناس بتحبها جدا جدا. ولكن هقول لكم اللي اكتسبته فيها في الاخر كده، دي كدبه. كل اللي بيحصل واحنا نجري ترند وما ترند ده اي كلام اوانطة. بعتولي كل رسائلكم على صفحة البرنامج باسم نهال طايل على الفيسبوك، دي صفحتي على الفيسبوك، او على صفحة البرنامج باسم نهال طايل على انستجرام، دي صفحتي على انستجرام، دي صفحات الفيسبوك. ابعتولي كل حكاياتكم وكل ارائكم وكل تجاربكم، ابعتولي على صفحه البرنامج. فرحت جدا بالدقايق اللي عشتها مع عبد ومنى، حلو الكلام اللي سمعته منهم، لازم حق الله نقوله. تمقاتهم لاهلهم، حبهم ليهم ولاءهم حلو. يا رب ولادنا كلنا يبقوا كده، حاجة حلوة قوي. شهروا على السوشيال ميديا جدا، إن شاء الله يكملوا شهرة. طيب